يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف أمورك؟ والله تمام الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله. كيف عبد اللطيف الغنام معك؟ والله تمام والله الله يعطي العافية والله. حلو وش هو؟ كلهم والله الاثنين بصراحة ساندوني من أول والله يعطيهم ألف ألف عافية وأهديهم الدوري ذا. حلو رحلة اليونان كيف كانت؟ والله كانت كويسة الحمد لله واستفدت منها واللهم لك الحمد وذا الموسم يعني لعبت مع الهلال تحقق يعني حلمي من وانا صغير وان شاء الله مو باول بطوله. حلو دائما يقولون اللي بالحواري فرفر ما يمشي في النادي بس انت مشيت على طول. والله تختلف صراحه يعني اكيد لعب الحواري ما بيكون زي رتم الانديه لكن اذا جيت من يوم جيت نادي الهلال يعني تعلمت استفدت من المدرب دياز الكثير وفي التمارين وغير كذا كنت برنامج المواليد يعني تحت اشراف صراحه لجنه ما بقول لك اسامي بالاساطير يعني واستفدت منهم كثير وقبلهم يعني الكابتن محمد الشلوب الكابتن عبد اللطيف. بامانه يعني انك تجي من المواليد او خليني اقول من الحاره وتلعب في نادي الهلال وسط وجود هذا الكم من النجوم حاجه مو سهله ابدا. والله شوف هو توفيق من الله اللهم لك الحمد توفيق من الله يعني بعد برنامج المواليد لو تقول لي وش تتوقع بعدين يصير ما بتوقع الـ وش اسمه اني العب في الهلال. اليوم انت في الموسم هذا ما فرضت نفسك كلاعب اساسي، احيانا اساسي احيانا احتياط احيانا تكون احتياط وما تنزل. قادر انك الموسم الجاي تفرض نفسك ان تكون في تشكيله الهلال اساسي وكيف حتقدر تسويها؟ والله شوف اول شيء انت تعرف جيت في نص موسم والعالم يعني رتمها الفرق يعني واللعيبه رتمها عالي. وغير كذا متى ما احتاج المدرب سواء اساسي سواء احتياط سواء الله يبارك فيك يا خليل سواء اساسي سواء احتياط متى ما احتاجني اكون ان شاء الله قد الثقه واوعد اكيد الجمهور يمكن انا ما كنت جاهز الجاهزيه الكامله لكن الموسم القادم راح تشوف احمد اشرف افضل باذن الله. حتروح روسيا؟ اذا الله كاتب لي ان شاء الله ليش لا. تحس ان عندك الادوات اللي تسمح لك الان انك تكون موجود تلعب مع الاخضر السعودي كاس العالم؟ والله أكيد إن شاء الله لكن هي ثقة مدرب متى ما أعطاك المدرب الثقة يعني 60% من مستواك إذا أعطاك المدرب الثقة وإن شاء الله إذا الله كاتبها ليش لا يعني. حلو ردة فعلك في كثير من الإجابات أعجبتني من اللي تعلم منه أحمد أن يكون بهذه العقلية بردة الفعل هذه وأنت لسه يعني ما صلك ذا. والله الوالد الله يرحمه طبعا توفى هو قبل برنامج المواليد ومن يوم وانا صغير يعني يوم كنت ادخل معه زي ما قلت من الحواري كنت ادخل عليه بكاس كان يفرح ويسوي وليمه عشاء وذا والحمد لله يعني انا كنت اقتدي فيه مره وكنت اسمع كلامه وكان يوجهني وكان ينصحني وحتى تجي فترات يعني هياس يقول لي اذا طحت طح واقف وكان وتعلمت منه الكثير واهديه طبعا البطوله ذي الله يرحمه. طيب لو قلت لك من يوم ما جيت نادي الهلال اللي وقفوا مع أحمد وقفة حقيقية وكانوا سبب بعد الله سبحانه وتعالى في أنه أخذ الفرصة منهم للأمانة الكابتن محمد الشلهوب والكابتن عبد اللطيف الغنام وطبعا إدارة الفريق الكابتن فهد المفرق ما قصروا معه مدربي ولعيبة بعد ساعدوني من أول تمرين يعني تمرنت مع الهلال ما حسيت بينهم إني غريب والحمد لله الله يبارك فيك ما داعي ما حسيت إني غريب يعني بينهم وهذا الشيء اللي ساعدني يعني